شكرا لك. هون جوا حجر الدفن. هلا الواحد لازم يدفع وقت ما يفوت لهون جوا، صح؟ لازم تدفع هون زياده. كانوا مقفلين الباب بس لان انا قلت لهم انا من فلسطين، لان انا من فلسطين. شفتوا الرجال شو عمل؟ فتح لي البوابه. يعني احنا هلا عم نتجه على الاهرامات. كيف بنوا لها الاهرامات؟ كيف بنوا الاهرامات؟ دي حاجه من العجائب، عجائب الدنيا السبع. مش عارفين لحد دلوقتي الاهرامات اتبنت ازاي. وهلا هاي البوابه شايفينها هاي اللي وراي، رح نفوت لهونيك لجوا، ومن الداخل رح نطلع من باب الثاني يلي هو الاهرامات هراك. يعني كتير غميق الوادي، ممنوع كده. ايه بس هلا انا هيك واقفه من برا، يعني شايفه هو بصي بيقول لك ممنوع تتسلقي. ايه بس هلا هيك خمس دقايق. شكرا لك، شكرا لك. هون جوا حجر الدفن. هلا الواحد لازم يدفع وقت ما يفوت لهون جوا، صح؟ لازم تدفع هون زياده. كانوا مقفلين الباب بس لان انا قلت لهم انا من فلسطين، لان انا من فلسطين. شفتوا الرجال شو عمل؟ فتح لي البوابه. يا حبيبي احنا نازلين لتحت، وممنوع اي شخص يفوت الا للاشخاص اللي مثلي. يلا هذا هنا جوا. تعال نشوف شو في هون جوا. ما شاء الله، واو. احنا صرنا هلا تحت الارض، ما هيك؟ هاد اللون اللي هون ليش عليهم هيك فراغ؟ كل منطقه في فراغ معين، ليش؟ كان في الاشياء اللي مثل الالماس مثلا، الاشياء الذهب كانت هون جوا مخباي مخزنة. يعني هذا كل الفتح اللي شايفينه هون، اللي شفتوه هذا الوراي، هذا كله عبارة عن تخزين، محل تخزين. شايفين هون كانوا يخبوا الذهب، الذهب موجود هون كتير. خلينا نتابع نطلع لبرا. منيح جبت معي هذا البيل لاني بيساعد بصراحة. ما شاء الله، احنا وين؟ هون تحت الباب هذاك، الغرفة هذيك اللي فرجيتكم اياها، هوني كان مخزن اشكال والوان، كان مخزن الذهب. الذهب كان بالغرفة اللي فتنا عليه من شوي. عشان هيك كل محل انه في مثل فراغ بالحيط، هذا فراغ، هذا فراغ، بس هذا فراغ، كل فراغ كان فيه اشياء. اوكي، او ماي جاد. كل هذا تعال اسرع معي. انت عم تدعس، عم احكي لك من اسلام. ولا اي شخص السياحين اللي بيجوا لهون وسياحه، يعني ولا اي شخص موجود. نحن اول الاشخاص اللي بنوال تحت. حبيبي تذكر شغله واحده، انت وقت يكون عندك فلوس بتدخل وبتطلع وين ما بدك. المصر رب الفلوس، المصر رب الذهب. تعال اقول لك هذا جوا شو؟ يعني انت قلت لي الباب من فوق الباب. اوكي، هو الباب دي كده بس. مش شو في كان في هون تحت؟ ايش كان في تحت هون؟ لا ده كان في زي تابوت. ومين هو الشخص يلي كان مسؤول عن التابوت؟ ناي. اوكي هذا مبين عليك قديم، طبعا قديم، الحجر قديم. هون جوا تعال نشوف اذا في هون بورد. هلا مثل ما احنا شايفين هاي مشينا لها، لفينا لها ياتا كلها اللفه، وما كان في اي حاجه. يعني في باب من فوق، يا بيكون من فوق بيكس. وهذا هون مسكر، هذا مقفول. شايفين يا عالم هون الباب، هذا الباب الرئيسي، وكان موجود التابوت. خش بقى وناس، عشان وناس بتقفل الساعة 12. هلا صابنا ستريس شوي لاني
بيسكروا الاهرامات على الساعه 12 الظهر، كتير بدري يقعدوا يسكروا بهالوقت، بس هلا ما لحقنا نفوت راحت لبكره. ده هرم سقارة المدرج، ده أقدم هرم عرفته البشرية. أيوة. ده يتكون من 6 مصاطب بناها الملك زوسر، عمره حوالي 4000 سنة. ما شاء الله. بناها الملك زوسر أبو الملك خوفو. أيوة. إحنا هلا رايحين على الهرم الأساس بالموضوع، هو هذا اللي هنيك لفوق، أكبر أنواع من الهرم يلي موجود هون بهاي المنطقة هاي. طبعا في اهرامات كثير، فطلعينا هونيك لجوا وبيحكي لك الرجال اني بس فتت لجوا النفس حلو جوا، يعني في هوايات بتلعب مثل هلا هيك شمس 40 درجه الحراره بدي فاي، وما بحب انا شيء يكون ضغط، يعني جوا ما في ضغط، جوا في هوايات بتلعب لعب. خلينا هلا نفوت مباشره لجوا. يلا. أهرامات خوفو على حجر واحد يعادل 70 طن، يعني الحجر كتير وزنه تقيل، انت بتتخيل شو يعني 70 طن؟ الأهرامات اللي كان تابع لزوسر الحجار بتختلف، الحجار اللي هنا حجار صغيرة، الحجار اللي هنيك حجار أكبر. يعني الضخمة منه الدخلة هيك بنزول مثل ما أنا هلا عم بنزلها، هلا وصلنا على الأهرامات جوا. يا طبعا هالأهرامات كتير طويل الأهرامات، هلا هذا زحمة وناس وعالم، ناس كتير هنا. واو شايفين الرسومات اللي موجودة هنا، كل رسومة تحكي شيء. بالماضي كانت هاي الرسومات اللي موجودة هنا على الحيط مثل ما انتم شايفينها بتعني شيء، بتعني شيء كتير جدا مهم. هاي الغرفة فاضية، ايش هذا اللي موجود هنا؟ ده الباستر. واو شو اسمه هذا؟ الباستر. الباستر ولا مستو؟ اوكي واو، هون ما في. ايوه بص، يا حجر ازلت. ايوه ازلت من السودان. من السودان؟ تعال شوف شو فيه. يعني هون كان موجود التابوت. التابوت كان هنا، نحن نضحك وسط. تابوت مين كان؟ ملك يونس. ملك يونس. حلو. ايوه. حجر. شو في هون؟ رأيك. يعني هو جميل. ونزل. ما شاء الله. شوف الرمز اللي موجود هون. شوف الرمز، يعني حتى إذا بدك تحسه إحساسه حلو. وهي العين، عين بتعرفوا عين فرعون؟ هاي هي العين. ما شاء الله. بدي أسألك سؤال، هذه الرموز اللي موجودة هنا كيف عملوها؟ بشو عملوها؟ كل رموز، كل حرف من ده بينطق بحرف، نسخ على حرف. لغة. لغة هي اللغة. لغة. أنا سؤالي كان كيف عملوا، كيف كتبوها؟ بشو رسموها؟ المهندس. المهندس. ايوه على ايام زمن ما كان في مثل هلا، كل شيء تطور هلا صح؟ ايه. هاي الرموز اللي شايفينها هون، والتذكره بتدفعوا 9 يورو للتذكره وبتفوتوا الاهرامات وبتفوتوا لهنيك لجوات، والساحه كلها 9 يورو. ده فرعون. 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 هذا اللي شفتوه هنيك جوا كان فرعون، بس هذا فرعون مش حقيقي، فرعون فيك.
الفرعون الحقيقي موجود وين؟ الإيجيبشن ميوزيوم. الإيجيبشن ميوزيوم. وهلأ فينا نحكي إني خلصنا موضوع الأهرامات. من امبارح نازلين نحنا نصور تصوير، فمشان تعرفوا يا أخوان إذا بدك تروح على الأهرامات تعال لهون على مصر، ما رح تندم بالمرة. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تضغطوا زر اللايك وتشتركوا بالقناة تبعي عشان كل ما أحط فيديوهات جديدة تحضروها. بشوفوشكن على خير في فيديوهات جديدة ورهيبة. باي باي.